يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ذهبت للحج في العام الماضي فدخلت مسجدا للصلاة فوجدت كتيبات في محراب المسجد فأخذت بعضا منها بغرض الانتفاع، فما حكم أخذي لهذه الكتيبات وهل يؤثر ذلك على حجي؟ الحج لا يؤثر عليه، ولكن الكتيبات إن كانت موضوعة للتوزيع ويأخذ منها من أراد فلك أن تأخذ، أما إذا كانت موضوعة للمسجد خاصة فلا يجوز أخذ شيء منها. والغالب أن الآن يضعون كتب كثيرة في ناحية المسجد للتوزيع، من أراد أن يأخذ يأخذ. نعم.